من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث الشريف عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أنه قال: من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال، ومن يعيش بالإحسان أكثر ممن يعيش بالأعمار. الله سبحانه وتعالى جعل لكل شخص أجلا، مدة معينة يعيش تلك المدة، يعيش 50 سنة، يعيش 60 سنة، يعيش 100 سنة، أكثر أقل. لكن هذا الشخص قد يذنب ذنبا، هذا الذنب يعجل أجله، يقرب موته. كان أجله 50 سنة، يموت على 40 سنة، على 30 سنة. كان أجله الابتدائي 100 سنة، يموت على 50 سنة، 60 سنة. هؤلاء الذين يموتون بالذنوب، الذنوب تقرب آجالهم، هؤلاء أكثر من الأفراد الذين يبقون أحياء حتى يصلون إلى أجلهم الأولي. الأقل من يبقى حيا إلى أجله الذي عين له، والأكثر من لا يصلون إلى أجلهم الذي عين لهم، بل يموتون بسبب الذنوب قبل أن يصلوا إلى أجلهم، وبالعكس العكس. شخص عين له أجل 50 سنة، فيأتي بإحسان يصل الرحم، يصنع برا بوالديه، يصنع معروفا بشخص آخر، هذا يسبب له تأخير أجله، يعيش المعيشة الإضافية تكون بسبب الإحسان. هؤلاء هم الأكثر. أما الذين يعيشون بالأعمار هم الأقل، يعني الأعمار التي عينت لهم. ومن يعيش بالإحسان أكثر ممن يعيش بالأعمار. من كلمة موصولة،
في الإصطلاح الأدبي العربي. ومن وما وأل تساوي ما ذكر. من يقال للرجل، يقال للمرأة، يقال لاثنين، يقال لاثنتين، يقال لجمع المذكر، يقال لجمع المؤنث، يقال للجمع الذي هو جمع من المذكرين والمؤنثين، يقال للصغار، يقال للكبار. كل شخص، كل إنسان، عالم، جاهل، غني، فقير، قوي، ضعيف، مريض، سالم، قد يكون شخص سالما ليست به أي علة، لكنه يموت فجأة لذنب. وقد يكون شخص مريضا مشرفا على الموت، حتى ربما ورأيت بعض النماذج أنا، الأطباء الحاذقون عينوا وقت موته فلم يموت، صار صحيحا سالما وعاش بعد ذلك عشرات السنوات. هذا للكل، لنا لغيرنا. وإذا تأملنا حولنا ممن نعرف وممن نرى وممن نسمع منهم أو عنهم، نجد العديد من النماذج في الطرفين، الذين يموتون بالذنوب لا بالآجال، أو يعيشون بالإحسان لا بالأعمار. وفي التاريخ الشيء الكثير، لكله عذرة. ومن ذلك ما ورد في الحديث الشريف، شعيب العقرقوفي أحد أصحاب الإمام الصادق والإمام الكاظم عليهم الصلاة والسلام، ينقل هذه العبرة. يقول كنت عنده، مضمون الحديث يقول كنت عنده مولانا موسى بن جعفر أبي الحسن صلوات الله عليهما في مكة المكرمة، أيام كان الإمام عليه السلام مختفيا من بطش المنصور الدوانيقي بعد استشهاد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، إذ عزم المنصور على قتل الإمام موسى بن جعفر أيضا، وأمر بذلك شخصا أن يقتل الإمام وهو في المدينة. الإمام عليه السلام في جنح الليل خرج من المدينة حيث لا يعلم به الناس، وجاء إلى مكة المكرمة صلوات الله عليه، وكان مختفيا في دار يذهب إليه بعض الخواص من الشيعة فترة. كان هذا البعض ومنهم شعيب العقرقوفي من الجيدين من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهم السلام. الإمام قال له، وكان في الحديث الشريف أن الإمام عليه السلام في ظلام الليل في جنح الليل في مكة المكرمة كان يأتي إلى المسجد الحرام
ويعبد الله تعالى هناك وفي النار لا يخرج. شعيب يقول قال لي الإمام شخص تراه في المطاف وصفه هكذا، إذا سألك عن المسائل أجبه عن المسائل، وإذا سألك عني ائتني به. يقول كنت في الطواف إذ رأيت شخصا كذا بأوصاف كذا، سألني عن الإمام الكاظم عليه السلام فأخذته إلى الإمام الكاظم عليه السلام. لما وصل ذلك الرجل، شعيب ينقل القصة، لما وصل الرجل إلى الإمام الكاظم عليه السلام، الإمام سأله عن أخيه، قال تركته في المكان الفلاني. الإمام قال له أنت وأخوك جئتما معا تأتيان إلى مكة المكرمة، وصلتما إلى المكان الفلاني، فتسابتما وتقاطعتما. قد يكون رحم يقطع الرحم، أما ذاك لا يقطع هذا الرحم، هذا يسب ذاك وذاك يحلم عنه، يغفر له، يتحمله. هذا قطع وذاك لم يقطع، قد يكون هذا قطع وذاك قطع أيضا. الإمام قال له تسابتما كما في الحديث الشريف. وتقاطعتما لأن كليكما قطع الرحم أمر ملك الموت بقبض روحي أرواحكما، يعني لا تصلان إلى الأجل الذي عين لكما. وأخوك هناك مات قبل أن يرجع إلى أهله، لا وصل إلى مكة المكرمة ولا وصل إلى أهله، ولكن أنت في الطريق بعد قطع الرحم كانت لك في مكان، في مكان كذا وكذا عمة، فوصلت عمتك بهذه الصلة. الله سبحانه وتعالى أنسأ أجلك، أخر أجلك. يقول سأل الرجل عن الإمام الكاظم عليه السلام إلى متى أخر أجلي، قال 20 سنة. الراوي للخبر يقول في السنة الآتية رأيته في الحج وسألته عن أخيه، فقال أخي مات قبل أن يرجع إلى أهله. وفي السنة الثانية بعد ذلك رأيته. الراوي يقول إلى 20 سنة كنت أراه في موسم الحج في الحج، بعد 20 سنة لم أره. من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال، هذا الذنب صار سببا لموت ذلك الأخ قبل أن يصل أجله، لعله كان أجله أن يعيش بعد 10 سنوات 20 سنة أكثر أقل. ومن يعيش بالإحسان أكثر ممن يعيش بالأعمار،
هذا الأخ اللي وصل بخدمة الإمام الكاظم عليه السلام عاش بصلة الرحم بعد أن أجل موته، بعد ذلك أخر موته، أجل موته 20 سنة. هذه واحدة من الكثير والكثير من العبار. القرآن الكريم يقول فاعتبروا، يعني الإنسان يتخذ من قصص الآخرين عبرة. أي ذنب، أحيانا الذنب يكون ذنب حقوق الناس، أحيانا يكون ذنب من غير حقوق الناس، حقوق الله. أحيانا الذنب يكون ذنبا في الأموال، أحيانا الذنب يكون ذنبا في غير الأموال. والإحسان هكذا، الإحسان أنواع. وفي هذا الحديث الشريف هم الذنوب لا قيد لها، هم الإحسان لا قيد له. فلذا الإنسان، نحن وكل شخص، كل مؤمن، كل مؤمنة في أي مكان، ونحن نعيش هذا الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام، يموت بالذنوب ويعيش بالإحسان. نحاول أن أي ذنب مهما كانت لذته نحاول أن نتركه. الإنسان لماذا يعجل موته ويحرم في بقيته؟ ما لو لم يذنب لكان له عمرا أكثر. فيطيع الله تعالى ويأتي بالإحسان فيزداد درجاته عبر زيادة عمره. وأي إحسان يمكن الإنسان أن يقدمه إلى أي شخص لا يتركه، هذا يزيد في عمره، فربما يكون سببا، خصوصا في المؤمنين والمؤمنات غالبا يكون سببا في مزيد الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.